أركان الإيمان في الوسط السني ما هي؟ الصحابة منها؟ وزوجة الرسول. الإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر والملائكة وكتب. لا يوجد احترام الصحابة مبشرين بالجنة. نعم تاريخ، هذه قضية تاريخية، مبشرون بالجنة. هل التبشير بالجنة في القرآن موجود؟ هي رواية ضعيفة مهلهلة، البعض تمسك الشيعة بها. لا تعتقد في قصة أن الخلفاء الأربعة مبشرين بالجنة؟ حديث المبشرين بالجنة لا نعتقد به جملة ولا تفصيلة، ومعلومة للمشاهد، هناك أكثر من حديث مبشرين بالجنة، ذكر قوائم كل قائمة تختلف عن الأخرى في الأسماء. سيدنا علي تعتقدون أنه مبشر بالجنة؟ نعم بلا شك. معناه سيدنا علي والبقية لا، لماذا؟ هذا محل إجماع، محل إجماع. حتى بالموازين السنية إذا ناقشنا الأحاديث التي تنص أن فلان في الجنة أو في النار، هذه ستسقط كلها. أما علي مو في الجنة، نعتقد أنه قسيم النار والجنة. الحديث في صحيح مسلم: يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، يعني هو ميزان للحق والباطل. ولكن في نهاية الأمر كيف نحب نرجع لك، وسمعت من هنا شكون قال ده اللي سلوى كذا، زوجات الرسول، وأنت تعرف الإشكال مع السيدة عائشة، يعني هذا الرسول، هذا عرض الرسول، هذا شرف الرسول، هذا إذا كان علي من آل بيت الرسول فكيف بعائشة، هي آل بيت الرسول. جميل.